أسعد الله أوقاتكم أحبائي وحبيباتي، نتمنى تكونوا بألف خير وبصحة جيدة. اليوم غادي نشارك معكم تحلية أو جاتو دوبل موس وشوكولا، بالشوكولا السوداء وشوكولاتة بالحليب. تحلية بأربع طبقات سهلة ولذيذة، وكتحضر بأسرع وقت بجميع أسرار النجاح ديال الموس وشوكولا. وبلا ما نطول عليكم، خليكم مع المقادير وطريقة التحضير. بركة الله، غادي نحتاجو بالنسبة للمرحلة الأولى ديالنا ولا لاكوش الأولى ديالنا البسكوي. كما كتشوفو هاد البسكوي هذا عامر بلي فيبر كما كتشوفو، ومصايب بالزرع وتخي كوستيون، جاي مقرمش وغزال. غادي نشدوه غادي نطحنوه مزيان. أنا خديت علبة ديال 275 غرام، هي اللي كتقدني في هذاك القطر ديال هذاك المول ديالي اللي غادي ندير، اللي 30 سنتيم كما كتشوفوا معايا. غادي نطحنوه وغادي نخلطوه بشويه ديال الزبده صافي، وغادي نبدا نحطوه في المول ديالنا. يمكن لكم ديروا اي بسكويت متوفر عندكم، انا هذا هو اللي كيعجبني، جاي ناشف وكينسجم مزيان مع ديك الزبده اللي كنديروا له. وحتى بالنسبه للقوام ديالو، وبالنسبه حتى للمواد اللي فيه مواد صحيه، راكم عارفين الزرع غزال بزاف. دونك هذه هي الكوش الاولى ديالنا اللي غادي نديرو كما كتشوفوا معايا. غادي نطحنوه مزيان على هذا القوام هذا صافي، وغادي نديروا ليه الزبده كما كتشوفوا. وبالنسبه للزبده كما كتشوفوا معايا، غادي نحتاجوا نصف كاس ديال الزبده اللي ذوبتها، ونحيدوا لهذاك الحليب اللي كيكون فيها ولا دوك البقايا ديال الحليب اللي كيكونوا فيها صافي. وغادي نبدا نخلطها بشويه بشويه مع هذاك الخليط ديال البسكويت اللي طحناه ديجا صافي، وغادي نحطوه في المول ديالنا. المهم حتى كيتجانس مزيان داك الزبده وداك البسكويت، كما قلت لكم راه تيشرب، ولكن القياس راه هو هذاك في 275 غرام ديال البسكويت المطحون. غادي نحتاجو نص كاس ديال الزبده كما كتشوفوا. من بعد ما البسكويت ديالي ندمج ليا مع الزبده كما كتشوفوا، كيولي لي بحال واحد العجين، غادي نحطو في المول ديالي كما كتشوفوا. غادي نبدا نقادو بالمعلقه حتى كيولي السطح ديالو املس كما كتلاحظوا معايا صافي. ومن بعد غادي نحشيه في الثلاجه. يمكن لكم ديروا الكوش اللي بغيتو والقياس اللي بغيتو، الا بغيتوها عريضه بزاف كتزيدوا كتدوبلوا الكميه وكتدوبلوا حتى الكميه ديال الزبده. انا درتها على تقريبا القياس ديال 4 سنتيمتر تقريبا باش تبان غير شويه ماشي بزاف، ما تجيش عاوتاني ديك الكوش الاولى ديال البسكويت عريضه بزاف. المهم كنبقاو هكا كنايطاليوها مزيان صافي، حتى كنشوفوا بان داك السطح ولا املس كما قلت لكم صافي. وغادي نحشيها في الثلاجه، غادي نديرها في الكونجيلاتور او المجمد، غادي نخليوها واحد ساعتين هكاك. ومن بعد غادي نكبوا عليها الكوش الثانيه اللي غادي نمشيو ان شاء الله نقول لكم المقادير ديالها. هاد التحليه هادي كتجي رائعه رائعه وكتجي بنينه وسهله سهله جدا. المقادير ديالها كما غتشوفوا معايا راهم متوفرين في اي بيت، كتجي سهله سهله سهله، وكتوجد دغيا دغيا غير ما بين لي روبا ولا ما بين الوجبات، يمكن لكم وجدوها من اسهل ما يكون. وراكم عارفين في رمضان كنبغيو شي حاجه اللي تكون حلوه وزوينه، كنحطوها في من بعد الافطار مع اتاي ولا مع الشاي ولا مع القهوه،
تجي رائعة جدا. أما بالنسبة للمكونات والمقادير ديال الطبقة الثانية ديال هاد التحلية ديالنا ديال الموس وشوكولا، غادي نحتاجو كما كتشوفوا معايا الشوكولا ولي الشوكولات بالحليب 300 غرام كما كتشوفوا معايا عبرتها 300 غرام، غادي نحتاجو ديال الشوكولات، وغادي نحتاجو كما كتشوفوا معايا لا كريمه فويتي ولا كريمه الخفق كما كتشوفوا معايا. غادي نديرو نفس الكميه 300 غرام 300 غرام على حسب المول ديالكم وعلى حسب العرض ديال الطبقه اللي غادي نديرو حتى هي. وهادو هما المكونين اللي كيشكلوا لنا هاد الطبقه الثانيه ديال العموس وشوكولا. كما كتشوفوا معايا هنايا خديت غير باش نعبر ديك لا كريمه فويتي ديالي ولا كريمه الخفق، خديت الطبسيل عبرته حتى هو باش نحصل على 300 غرام صافي. وغادي نخرج لا كريمه فويتي ديالي، خاصها تكون بارده، هذه هي النصيحه باش تطلع لكم لا موس شوكولا، خاصها تكون بارده مزيان. دونك وغادي نخلطوها مع الشوكولا ديالنا هكاك بارده، غادي نديروها في كاسرونه بلا ما ندوبو الشوكولاط هو الاول، غادي نحطوهم بجوج صافي ونديروهم على نار مهيله ونخليهم حتى كيدوبوا بجوج، وغادي نخلطوهم مزيان ومن بعد نخرجوهم ونديروهم في الثلاجه ديالنا لمده ساعتين باش كتخرج لينا ديك لاموس وشوكولا، كتطلع وكتجي غزاله وكتجي واقفه. هذه هي اسهل طريقه ديال لاموس وشوكولا، ما كنديروا فيها لا جيلاتين ولا مايزينا ولا نشا الذره. دونك هذه هي الطريقه السهله، غير خصنا نحترموا المقادير. الا درتوا 300 غرام ديروا 300 غرام، 400 غرام 400 غرام كما كتشوفوا معايا هنايا، راني حيدتها من العافيه. وغادي نديرها في هذا الاناء هذا، وغادي نحشيها من بعد في الثلاجه، ماشي في الكونجيلاتور، غير في الثلاجه لمده ساعتين على الاقل صافي، باش كتعقد لينا باش كتعقد لينا ديك كيعقد لينا داك الخليط. ومن بعد فاش كنطربوه بالباتور كتطلع ديك لاموس وشوكولا وكتبقى واقفه وكتجينا رائعه وبنينه كما كتشوفوا معايا. هذا هو الشكل ديالها، دونك غادي ندخلها في الثلاجه لمده ساعتين على الاقل ان شاء الله، وندوزو للطبقه الثالثه اللي بالليمون وكتجي رائعه. وبالنسبه للطبقه الثالثه اللي كنسميها طبقه التزيين، غادي نحتاجو العصير برتقال كاس كما كتشوفوا معايا، غادي نحتاجو نص كاس ديال سكر سنيده، غادي نحتاجو القشور ديال البرتقال كما كتشوفوا، وغادي نحتاجو لجوج بيضات. هادو هما المكونات ديال هاد الطبقه ديال التزيين، ما احتاجيتش ليها لا النشا ولا الجيلاتين. وهذه هي الطبقه اللي كنعتمدها انا دائما في لي غاتو ديالي دائما. الا كنتو شفتوا الفيديو اللي بارطاجيت معكم ديال الميني كيك او سيترون، درت نفس الطريقه مع الحامض. يمكن لكم تعوضوا البرتقال بالفاكهه اللي بغيتوا، غادي تاخذوا العصير ديال هذيك الفاكهه صافي وتخلطوه مع المكونات الاخرى، وكيعطيكم نفس النتيجه. انا اختاريت نديرها بالليمون، كيتماشى بزاف وكيتواتى بزاف مع لاموس وشوكولا، كيجي واحد المذاق رائع وكيعطي واحد المزيج ديال المذاقات. دونك يمكن لكم تبدلوه باي فاكهه عندكم، فري فرامبواز اللي عندكم، غديروا العصير ديالو وتزيدوه على المكونات الاخرين اللي عطيتكم. من بعد ما خلطت المكونات ديالي ديال هاد الطبقه كامله، حطيتها على نار كما كتشوفوا متوسطه، وغادي نخليها حتى تعقد مزيان كما كتشوفوا معايا، حتى كتعقد وانا كنحرك فيها ما نحبسش على التحريك صافي، حتى كتولي مجموعه مزيان. ومن بعد غادي نحيدها وغادي نصفيها ونديرها في الثلاجه ان شاء الله. ضروري ما نصفيو الخليط ديالنا باش كتجينا ديك الطبقه شفافه وما كيبقاوش فيها دوك الشوائب ديال القشور ديال البرتقال كما كتشوفوا معايا. خاصنا ضروري نحيدوهم. وهاد الطبقه هادي راه كتعقد بوحدها مع البيض، غير واحد الاضافه غتزيدوا واحد تقريبا جوج معالق كبار ديال عصير الحامض
اللي ضروريين كيحيدوا لينا دوك الزفورة ديال دوك جوج البيضات اللي درنا، واللي ما متوفرش عنده الحامض يدير بعض قطرات ديال الخل، حتى هما كيعاونونا باش يحيدوا لنا ديك الزفورة ديال البيض. وهنا خديت الفيلم اليمونتير ديالي، وغادي نغطي ديك الطبقة ديال البرتقال، غادي نغطيها مزيان باش ما تكشبرش لينا، وغادي نخليوها في الثلاجة ان شاء الله حتى نحتاجوا ليها باش نحطوها فوق ديك لاموس او شوكولا ديالنا. وبالنسبة لهاد الطبقة هادي كيما شتو، راه ما ضفت ليها لا نشا ولا جيلاتين، راها كتعقد بوحديتها غير بالبيض. من بعد فاش نخرجوها من الثلاجة غادي نزيدو لها واحد معلقة كبيرة ديال الزبدة ونخلطوها معاها، ومن بعد غادي نضيفوها لديك الطبقة ديالنا ديال لاموس الشوكولا اللي غادي نديرو ان شاء الله. وهنا من بعد ما خرجت الخليط ديالي ديال الشوكولا وديال لاكريم افويتي من الثلاجه اللي خلطتهم واللي جلسوا ساعتين في الثلاجه، كما كتشوفوا معايا القوام ديالو ولا قوام اللي ولا شد في راسو، ما بقاش ليكيد كما كتشوفوا. واحد النصيحه اخرى غادي نعطيها لكم، هما دوك الرجيلات ديال الباتور ديالكم من قبل ما تخرجوا داك الخليط غادي تدخلوهم حتى هما في الثلاجه واحد 10 حتى 15 دقيقه، فاش كيكونوا باردين كيطلعوا لينا مزيان ديك لاموس اللي كتكون حتى هي بارده. صافي، وغادي نبداو نحركوا في داك الخليط ديالنا حتى كتبدا تطلع لينا ديك كريمه الخفق مع الشوكولا، حتى كتولي قاصحه فاش كنبقاو نهزوها ما كتعاودش تطيح لينا من دوك الرجيلات ديال هاد الباتور ديالنا. دونك هذه هي لاموس الشوكولا اللي باسهل طريقه كما شفتوا، وحتى اللون ديالها كيولي كيتبدل، ما كيبقاش داك اللون داكن، كيولي اللون شويه مفتوح كما كتشوفوا هانتوما، وكتبدا كتحسوا بالباتور، كتحسوا بداك الليكيد ولا كيقصح ولا تيعقد كما شفتوا معايا. دونك هذه هي النصيحه كما قلت لكم، دوك الرجيلات ضروري ما تحطوهم في الثلاجه واحد 10 حتى 15 دقيقه عاد تخرجوهم باش تجمعوا بهم داك الخليط ديال لاموس، باش كتجينا رائعه ديك لاموس وكتطلع دغيا دغيا. شوفوا راه دغيا دغيا طلعت. صافي، ومن بعد ما وجدت لينا لاموس وشوكولا ديالنا غادي نخرج ديك الطبقه الاولى ديال البسكويت، وغادي نحاول انني نحط فيها ديك لاموس وشوكولا ديالي كامله، ونحاول انني نطاليها على ديك الطبقه ديال البسكويت الطبقه الاولى على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا. غادي نبدا نطاليها بشويه بشويه حتى نغطي ديك الطبقه ديال البسكويت كامله. صافي، كنبقى كنقادها هكا تعطيني واحد السطح اللي ناعم وما تيبقاوش فيه دوك التعرجات ديال ديك لاموس او شوكولا كما كتشوفوا معايا. غادي ندخلها من بعد للثلاجة ان شاء الله، وغنخليها حتى عاوتاني تتشد في راسها مزيان مزيان باش نديروا لها الطبقة الرابعة اللي غادي تكون لا ميم شوز، غادي تكون موس وشوكولا حتى هي بالشوكولاتة السوداء، اللي غادي نديروا نفس المكونات اللي درنا الشوكولاتة اللي بالحليب، غادي نديروا الشوكولاتة السوداء. كيجي واحد المزيج ديال الالوان ومزيج ديال المذاقات رائع. ما غاديش ندير لكم الخليط ديال الشوكولاته السوداء باش ما يجيش الفيديو طويل، ولكن غادي ديروا نفس المقادير اللي خديناها مع الشوكولاته اللي بالحليب، 300 غرام ديال الشوكولاته ديال السوداء و300 غرام ديال كريمه الخفق. صافي، وغادي ديروا لها نفس الطريقه اللي عطيتكم وديروها في الثلاجه حتى هي لمده ساعتين، وتضربوها بالباتور ان شاء الله، وتعودوا تحطوها فوق هاد لاموس شوكولا اللي درنا الاولى. ومن بعد عاد غادي نحطوا الطبقه ديال التزيين ديالنا اللي درناها بالبرتقال. كما شفتوا هاد التحليه ديال الطبقات كلها سهله ومكونات اللي متواجده عندنا في الدار في البيت ديالنا، ولكن السر ديالها هي انها خاصها تجلس في المجمد. كنقول الثلاجه من قبيلات اني في المجمد ساعتين ما بين كل طبقه اللي كنحطو، خاصة نخليوها في المجمد ساعتين ونعاودو نرجعوها ونحطو الطبقه الثانيه،
ونعاودو نرجعوها للمجمد باش كي يتجمدوا لينا دوك الطبقات. وبالنسبه للتزيين كما كتشوفوا معايا اختاريت الفرامبواز والبلوي وواحد السيترون اللي كان بقالي من العسل اللي كنت درت معاكم كما كتشوفوا. صافي غادي نحطوه مع واحد العويد ديال القرفه، وغادي ناخد داك لو تيوب ديالي ديال الشوكولا كما كتشوفوا معايا، وغادي نبدا نزين هاد التحليه ديالي. وكيبقى التزيين على حسب الموجود عندكم في الدار ديالكم. تبارك الله عليكم، راه تبدعوا وراكم كلكم مبدعات، ديروا التزيين اللي بغيتوا. انا هذا هو التزيين اللي طاح ليا في بالي لهاد التحليه هادي، نتمنى انه يعجبكم ويروق لكم. وهذه هي التحليه ديالنا ديال اليوم، وبارطاجيو معايا الاراء ديالكم فاش تجربوها ان شاء الله. الى عجبتكم خليوا لي كومونتير وبارطاجيوها مع الاحباب ديالكم والاصحاب ديالكم، ونتمنى انها تعجبكم. وراها تحليه اللي رائعه وما فيهاش كما شفتوا السكريات بزاف، وراها كتنفع بزاف في رمضان كتبرد علينا. ونتمنى انكم تجربوها، ونقول لكم بسلامة عليكم، وان شاء الله نتلقاو في فيديو قادم.